العزير وحماره. القصة فن أصيل وأسلوب جميل، تأنس بها النفس ويحبها القلب، وتخشع لها الجوارح ويهفو لها الفؤاد، ويتسلى بها المؤمنون. فكيف إذا كانت القصة مع روعة عرضها وجميل لفظها واقعة بحق منقولة بالصدق؟ حينها تكون أقوى أثرا وأصدق خبرا وأجمل عبرا، وذلك هو ما تميزت به القصص القرآنية والأخبار النبوية. فهذه قرية كانت هادئة مستكنة، آمنة مطمئنة، تموج بالحياة وتتوهج بالحركة، بيوت عامرة وسعادة غامرة، حدائق غناء وبساتين خضراء، أنهار جارية وقطوف دانية تنام في أحضان النعيم وتصبح في أفنان السرور. وإذا بملك ظالم وزعيم جائر يتقدم جيشا عرمرما كأنه السيل المائج أو البحر الهائج، فيعيث في المدينة فسادا، قتل أهلها، مزق سكانها، هدم قصورها، دمر دورها، انتشل البسمة من وجوه الأطفال، خطف الفرحة من قلوب النساء والرجال، وجعل عالي القرية سافلها، ثم تولى وقد تركها قاعا صفصفا. وإذا برجل معه القليل من الطعام ممتطيا ظهر حماره، فحينما رأى هذا المنظر المزري والمشهد المبكي والقرية المبادة المسواة بالأرض الخاوية على عروشها، وقف وقفة المتأمل المتوجع الحزين المستبعد أن تدب الحياة مرة أخرى في هذه القرية، ثم قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ وهنا تتدخل القوة الربانية مباشرة لتجعل من هذا الرجل وفيه وبه عبرة كبرى ومعجزة عظمى وآية مثلى، تنطق بعظمة جبار السماوات والأرض وتبين قدرة ذي الجلال والإكرام. فلنستمع الآن إلى كلام ملك الملوك ونحاول تصور المشهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ويفتح العزير عليه السلام عينيه يشكر الله على نعمه كما اعتاد دوما عند نهوضه من النوم. ثم يستوي جالسا يتمطى بعدما أطال غفوته ونام نوما عميقا. هكذا تبادر إلى ذهنه ساعة النظر حوله، وشعر في الحال بأن الأمور من حوله قد تغيرت. أجل، ما في هذا من شك، ولكن
أيعقل أن تتغير الصور من حوله وتتبدل لمجرد أنه نام لساعات؟ ولكن هل هي ساعات فحسب؟ ينهض على قدميه فيحس في جسده تعبا وفي أعضائه تصلبا. أحسب أن نومي قد طال كثيرا، فلبثت يوما أو بعض يوم. هكذا فكر العزير عليه السلام وهو يعاود تأمل المشهد حوله في هذه القرية المهجورة التي لجأ إلى أطلالها الخربة ليستريح من عناء سفره. لكن لا يعقل أن تحصل كل هذه التبدلات في يوم أو بعض يوم، فقد تبدلت معالم المكان وتغيرت وزاد خرابها خرابا. ويلتفت العزير إلى الركن الذي كان قد ربط عنده حماره، فيجده فارغا إلا من حبل بال عتيق يشبه رسن حماره. أين ذهب الحمار؟ وكيف بلي رسنه حتى صار هكذا؟ أيعقل أن يكون قد نام لعدة أيام؟ كيف هذا؟ وهل عدة أيام تجعل هذا الحبل يبلى بهذا الشكل؟ ويسرع العزير ليتفقد طعامه علّه يجد في حاله ما يقطع به شكوكه، فيتذوق اللبن فيجد أن الفساد لم يتسلل إلى لونه وطعمه. يتفقد أرغفة الخبز فيجدها على حالها ساعة أنضجتها النار قبل سفره بلحظات. فما الذي جرى إذن؟ تلف الحيرة نبي الله العزير، فيقعد في مكانه يستجمع شتات أفكاره ويستعيد بعضا من ذكرياته. ويتذكر العزير رحلته يوما انطلق من قريته وهو يجر حماره حاملا على متنه متاعه وبعض الزاد، ماء ولبن وخبز. ويتذكر عندما نال منه التعب فآوى إلى هذه القرية الخربة المهجورة، وعندما أخذ يسير في دروبها المهجورة أخذ يسبح الله سبحانه وهو يتأمل في حال الدنيا وكيف أن كل شيء فيها صائر في النهاية إلى الخراب والزوال، كحال هذه القرية التي كان يعرفها قبل سنوات ويعرف كيف كانت تضج بالحياة وبالبشر قبل أن تتبدل الأمور إلى هذه الحال. وعند هذه اللحظة أخذ العزير يتساءل، كيف يمكن لله سبحانه أن يعيد إحياء هذه الدنيا بعد موتها؟ كيف يمكن للحياة أن تنبعث من قلب الخراب والموت؟ لم يكن العزير يشكك في قدرة الله على ذلك، ولكن ذهنه لم يكن ليتصور هذا الأمر. وأوى العزير بعد ذلك إلى هذا الركن الخرب
مستظلاً بفيئه، فربط حماره في ناحية ووضع طعامه في ناحية. أما هو وبعدما نال منه التعب فقد اضطجع، عساه ينال قسطاً من النوم. ويفكر العزير بأن هذا ما جرى قبل يوم أو بعض يوم، أجل هذا ما حصل، ولكنه ساعة يتأمل المشهد من حوله ويرى ما حصل فيه من تغيرات كثيرة، تراوده الشكوك من جديد بأن هناك أمرا غير مألوف بل خارق للعادة قد جرى له، فيرفع رأسه للسماء يناجي ربه ويسأله أن يلهمه ما يخرجه من شكه وحيرته، وسرعان ما يأتيه الجواب، وحي من رب السماء. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 سنة فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. ويجفل العزير عليه السلام ويصيبه الذهول مما سمعه، إذن فقد قبض الله روحه وأماته 100 سنة، 100 سنة غاب فيها عن هذه الدنيا وها هو يعود إليها، وكل ذلك بإذن الله وقدرته ومشيئته. ولكن كيف هذا؟ كيف لم يسارع الفساد والتعفن إلى طعامه وشرابه؟ بلى، إن الله سبحانه لقادر على أن يحفظها من التلف، ولكن ماذا عن حماري؟ أين هو يا ترى؟ أين هو يا إلهي؟ هكذا تساءل العزير، ليأتيه الجواب من رب العالمين سريعاً وجلياً، فإنه تعالى قد شاء بأن يريه قدرته سبحانه على إحياء الأحياء بعد موتها وفنائها ولو طال عليها الزمان، فكيف سيحيي الله حمار العزير بعدما قضى وبليت عظامه قبل 100 عام؟ كيف يمكن هذا؟ وينظر العزير إلى حيث ترك حماره قبل 100 عام، وبذهول أخذ يعاين بعينيه قدرة الله ومعجزة خلقه. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: إني أعلم أن الله على كل شيء قدير. ويقف العزير مشدوها يراقب ذرات التراب تنساب جارية من كل حدب وصوب، وها هي تتجمع شيئا فشيئا، يعلو بعضها بعضا متلاصقة ومتلاحمة، وسرعان ما تغدو بهيئة تشبه عظاما نخرة متراكمة. Thank you.
ثم ها هي العظام تغدو عظاما مستوية الهيئة، سرعان ما ينتظم شكلها وتترتب هيئتها وتغدو بهيئة تشبه حيوانا جاثما على الأرض. ويسبح العزير ربه وهو يرى توالي أحداث المعجزة أمام عينيه، فإن ذرات تراب أخرى بدأت تنسل مسرعة إلى جوف هذا الهيكل العظمي، وسرعان ما يتشكل في هيئة تشبه أحشاء الحيوانات. ها هو اللحم والعصب يكسو العظام ويغطي الأحشاء. تباركت يا رب العالمين. يهمس العزير وهو يرى حماره يستوي في خلقته السابقة دونما أي تغيير في تفاصيلها أو تبديل. هو في خلقته التامة ولكن دونما روح. وما هي إلا هنيهة حتى ينتفض الحيوان في رقدته ويقف على قوائمه هزاً رأسه وكأنه ينفض عن جسده غبار سباته الطويل. ويخر عزير ساجداً لربه مقراً بقدرته معتذراً عن سؤاله القديم: أي رب، ما كنت لأشك في قدرتك على إحياء الأموات بعد فناء الأجساد وتناثرها، ولكنني ما كنت أدرك كيف يحصل هذا. وها أنت ذا يا رب تكرمني وتريني بعيني وفي حياتي ما سيحصل ساعة يبعث من في القبور أجساداً تامة الخلقة في يوم تشخص فيه الأبصار ويقر فيه الجميع بربوبيتك. وهكذا شاءت حكمة الله تعالى أن يغدو العزير آية للناس، ينقل لهم ما رآه من معجزة الله وكرامته عليه. ولكن كيف يمكن للناس أن يصدقوه؟ بل هل يمكن لأحد أن يعرفه؟ فقد تغيرت الدنيا ولم تعد الحال كما كانت عليه قبل موته منذ 100 عام، فماذا تراه سيفعل؟ ويغادر العزير تلك القرية الخربة ويسرع عائداً إلى موطنه، إلى حيث سيكون آية ناطقة للناس، فقد يسر له ربه أموره، وما لبث قومه أن أقروا بأنه العزير العبد الصالح الذي خرج ذات يوم وانقطعت أخباره. هكذا بقي ذكر العزير بين قومه قبل أن يعود فيسخر له الله من العلامات ما جعلت القوم يقرون له بحقيقة شخصه. ولكن يا ترى، أكانت مشيئة الله قد أرادت أن تري العزير عليه السلام قدرة ربه فحسب، أم أنها ادخرته لمهمة أخرى؟ بلى، فإن العزير لم يكن آية للناس بما جرى له وحسب، بل بما جاءهم به، بما كان قد ورثه من علوم الأنبياء من علم موسى وهارون وأنبياء بني إسرائيل. هذا العلم الذي ضاع أغلبه أو كاد بما جرى على بني إسرائيل من المصائب والمحن، فما عاد لديهم علم مكتوب أو مدون يلجؤون إليه. وها هو العزير عليه السلام وكأنه مسافر عبر الزمان يحمل ميراث الأنبياء، فيعلم الناس ويفقه
يفقههم وينشر بينهم علوم الأولين. وها هم المتعطشون إلى تفاصيل هذا العلم يجلسون إليه مستمعين ومدونين وحافظين. وهكذا كانت آية العزير عليه السلام آية بما رأى من برهان ربه وقدرته ماثلاً أمام عينيه، وبما حمله من علوم أنبياء بني إسرائيل ليخرجهم من ظلام الجهل إلى نور العلم واليقين. وفي هذه القصة دليل عملي محسوس على قدرة الله سبحانه على إحياء الموتى مهما طال أمد موتهم. لكن بني إسرائيل على عادتهم في تبديل نعم الله كفرا، فقد قالوا عزير ابن الله، فأحالوا التوحيد شركا والإيمان كفرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واليهود على مر تاريخهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وقد حاولوا تأصيل ذلك بكل الصور، فكانوا خلف النظريات الإلحادية في المادة والحياة التي خربت عقول البشرية على مر التاريخ. هذا وإن العبرة والدرس ممتد إلى كل من يقرأ كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي نقل إلينا هذه الحقائق وهذه الآيات البينات على لسان رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن مطالبون بالإيمان بها كما جاءت، وتصديق القرآن الكريم فيما أخبر، كأننا نرى هذه الأحداث رأي عين، فيزداد إيماننا ويقوى يقيننا في أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن البعث حق، والجنة حق، والنار حق، وما أخبر به ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا آمنا بالبعث وصدقنا به فلا نقع فريسة للدنيا ولا للشيطان كما فعل باليهود، فلنحذر مسالكهم، فقد تلاعب بهم الشيطان وانغمسوا في فتنة الحياة الدنيا حتى غضب الله عليهم ولعنهم. فهل نتعلم الدرس ونحن نقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.